مهرجان العباد للدول بسوفيتلا ملتقى الحضارات ينجح من جديد في خلق متنفس لأهالي هذه المدينة الضاربة في التاريخ، مدينة تشهد حركية ثقافية مع كل إطلالة لمهرجان العبادلة الذي يستقطب جماهيره من كل حدب وصوب، وبين فقراته وعروضه يتنفس أهالي سبيتلا فنان ينعش أرواحا متعطشة لفعل ثقافي يحيي هذه المنطقة. مهم برشا على خاطر كما تعرفوني يعني بعد على البحر بعد على برشا يعني لازمهم شويه ترفيه صغيرات الكبار حتى زيد باش يبدلوا شويه الجو. نبدو سيف كامل نستنوا في المهرجان في معناتها باش يجي يحيي لنا هكا الجو شويه في سبيطلة خاطر ما عندناش معناها انشطه ثقافيه اخرى بخلاف المهرجان. مره في العام كي تجينا حاجه هكا نكونوا فرحانين برشا، خاصه محمد جبالي من اكبر الفنانين التوانسه. ان شاء الله عندي جوله كبيره ان شاء الله في تونس. صارت الحمامات ذول اللي شفتوها الحمد لله ربي وفقنا كانت صارت ناجحه جدا. افتتاح المهرجان في دورته 42 كان بالفن التونسي والالحان التونسيه التي اطربت المسامع واستقطبت الاجانب. قدمنا إلى سبيتلا لأن زوجي ابن الجهة ولأن ابنتي تحب التاريخ وجاءت للإطلاع على الأثار. كنا متحمسين لمتابعة المهرجان وحضور حفل لفنان تونسي مشهور سيما وأني أحب الموسيقى التونسية. دورة جديدة على ركح المسرح الأثري بسبيتلا، دورة شعارها قديم متجدد نحو إدراج الموقع الأثري بسبيتلا ضمن التراث العالمي اليونسكو. هدف يسعى منظم هذا المهرجان لتحقيقه. عندما نرفع شعار مدينة سبيتلا والموقع الأثري مدينة سبيتلا في التراث العالمي بشكل نهائي وتثبيته بشكل نهائي في اليونسكو هو من وراء أنه نحن نبحث على خلق ديناميكية اقتصادية وسياحية في المدينة ومن وراءها خلق تنمية ثقافية. مهرجان العبادلة الدولي سيختتم أيضا بالفن التونسي بحضور وأداء وتوقيع الفنان الكبير لطفي بوشناق.